مرحبا واهلا وسهلا فيكم مع حلقه جديده من رجا توكينج لايف. اوكي سو اليوم بدي احكي على موضوع تاني اللي حيساعدنا كمان نتخطى عقبه الانرجي الطاقه الصعبه تبعت هاي السنه، بالإضافة للفيديوهات اللي بحكي فيها عن كيف نتعامل مع هاي الطاقة كل شهر أو بخلال السنة. أنا عم بعمل كمان فيديوهات بحكي فيها عن وسائل تانية اللي تقدر تساعدنا إنه إحنا نتعامل مع هاي الطاقة. اليوم أنا بدي أحكي على موضوع I think يمكن مهم أكتر أو بمس أكتر السيدات والنساء العربيات بالذات، لأنه لما إحنا بنمرق بمواقف صعبة بحياتنا بتلاقينا دايماً إحنا كتير حساسين، كتير منلوم حالنا على الموقف اللي مرقنا فيه، على الخيارات اللي عملناها بهيك موقف. وآي ثينك هي كمان بترجع أصولها للأصول التربية الشرقية والعربية تبعتنا اللي دائما بتحط عبء كتير على النساء في المجتمع العربي. فإذا في أي إشي خطأ صار في العائلة أو أفراد العائلة، حدا منهم اختياراته ما كانت مزبوطة بالنسبة لباقي أفراد العائلة، لأنه أنا ما بعتبر الاختيارات خطأ أو صح، كلها تجارب إحنا بنمرق فيها. بس إنه دائما الست بنلاقي إنه هي اللي بتتحمل النتيجة الكبرى من الخيارات هاي، واللوم دائما برجع على الست العربية أكتر من أي حدا تاني. فتبعية هذا الحكي إنه إحنا منكون دائما منحس إنه إحنا نتحمل مسؤولية الأخطاء اللي بتصير، أو إذا في أشياء ما صارت بطريقة كويسة زي ما هي مفروض تكون بحياتنا بتلاقي انه احنا منلوم حالنا عليها، ما بنبقى راضيين عن نفسنا. في كتير اوقات بنضلنا على اشياء صغيرة، حتى لو مثلا نسيت اروح مش عارفة اعمل شغلة، نسيت اطبخ شغلة كنت بدي اطبخها، ما تذكرت، معترة، ما بعرف. نصير نحكي مع حالنا، انا ما عم بحكي عن الحكي مع الناس اللي برا، ما حدا برا عم بحكينا، احنا الطريقة اللي بنحكي فيها مع حالنا طريقة سلبية، وطريقة الافكار السلبية هاي بتجلب اجين، بضل احكي لكم، طاقة سلبية. فالطريقة اللي بنحكي فيها مع حالنا مرة على مرة مرة على مرة منصير إحنا منحس بعدم الثقة في حالنا، منصير إحنا منحس إنه إحنا قاعدين بس منوطي من قيمة حالنا، الناس اللي برا ما عم تعمل شيء، إحنا اللي عم نعملها أوقات كتير لحالنا. وعارفين شو؟ لما إحنا بنعمل هيك لحالنا الطاقة تبعتنا حتكون مبينة، إحنا ما منشوفها ولا الناس بيشوفوها بس بحسوا فيها، فبصيروا هم كمان يعاملونا بنفس الطريقة اللي إحنا عم نتطلع فيها على حالنا. فأنا إذا ما أنا تقبلت حالي بالطريقة اللي أنا هي موجودة هلأ فيها، تقبلت القرارات اللي أنا عملتها وذر كانت بدي أعتبرها خاطئة أو سليمة أو صحيحة، هاي ترجع لك. بس ما في قرار خاطئ برأيي أنا، لأنه كل قرار إحنا بناخده بناء على معطيات متوفرة بهداك الوقت،
لو كان عندنا معلومات زيادة كان أخذنا قرار تاني. فكيف بدنا نلوم حالنا على معلومات وقرار أخذناه على معلومات متوفرة وعلى إشي ما كان عندي، إشي موجود بعلم الغيب لسه؟ فعلشان هيك ما بصير نضل إحنا نأنب حالنا طول الوقت و to beat ourselves إنه يلا you know ليش ما عملت هيك، أنا بعرف أحسن من هيك، أنا دارسة، أنا متعلمة، أنا بعرف مريت بهيك موقف قبل هيك، طب ليش تصرفت بنفس الطريقة؟ إذا بضل أحكي مع حالي بهالطريقة، هاي الطريقة هتخليني أنا ما أتقبل حالي. وشوي شوي بصير الواحد عدم تقبله لنفسه بيخليه يصير ما يتقبل أشياء كتيرة كمان بحياته، وبتنعكس على تصرفاته وعلى تصرفاته مع العائلة ومع أفراد العائلة المقربين إله وأصحابه. فبصير الواحد منه مبسوط مع حاله، الطاقة اللي بيجذبها لحاله طاقة سلبية، الطاقة اللي بيطلعها برا للناس اللي عم بتحس فيها مش ما بتشوفها، في ناس بتشوفها وفي ناس بتحس فيها، ذن هي عم بتحس انها في طاقة هاي سلبية، فبتصير بتجيب لنا اكتر سلبيات في حياتنا. فأحسن اشي احنا نعمله انه ما نضلنا نأنب حالنا ونتقبل قراراتنا، نتقبل حالنا زي ما احنا زي ما ربنا خلقنا. فينا نطور حالنا بس ما نحط من حالنا down to put ourselves down، نضلنا نوطي من قيمة حالنا، لأنه هاي الشغلة حتوطي من الثقة تاعتنا بحالنا، الثقة تاعتنا في اتخاذات في اتخاذ قرارات صحيحة. ولما تيجي موقف تاني وصعوبة تانية وتحدي تاني ما حنعرف ناخد فيه قرار كويس، لأنه إحنا ما عنا الثقة في حالنا إنه حناخد قرار صحيح هالمرة. فعشان هيك لو سمحتوا أهم إشي إنه إحنا self acceptance، قبول النفس، نتقبل حالنا بكل حسناتها بكل سيئاتها. السيئات ممكن نحاول نتخلص منها ونطور من حالنا، وعشان هيك أنا بضل أحكي على أشياء زي هاي علشان إحنا نضلنا نراجع نفسنا، نضلنا نراجع. المراجعة على النفس كويسة كتير، بس إنه تأنيب النفس، وفي كذا نوع من التأنيب، وإحنا منعرف في كذا مستويات من التأنيب، بس إنه التأنيب علشان نطور حالنا أوكي كويس، بيكون تأنيب شوي وبيكون تأنيب صحيح لهدف الصحيح، بس مش لأنه نوطي من قيمة حالنا ونوطي من ثقتنا بحالنا، والطاقة تبعتنا والذبذبة تبعتنا بتصير واطية والناس اللي حوالينا ما حتكون مبسوطة. فإحنا لازم نكون أول إشي صادقين مع أنفسنا، نتقبل أنفسنا ونكون نصالح، نكون مصالحين مع حالنا، متصالحين مع حالنا، ونقول لحالنا أوكي القرار ما كان سليم هالمرة، المرة الجاي أنا حاخد قرار سليم أكتر، هلأ بعرف شو المعطيات اللي كانت ناقصة لأتخذ القرار المزبوط والسليم بحياتي، فالمرة الجاي I'll make sure إنه هاي المعلومات تكون عندي علشان أنا أعرف أخذ القرار. هلأ كل تجربة بتمرق نتعلم منها، ما في إشي بالكون بمرق علينا هيك هبل وعبط، لا. إذا منقعد مع حالنا ومنراجع نفسنا ومنشوف وين إحنا أصبنا وين أخطأنا وكيف ممكن نحسن من حالنا ونتطور، then ما فينا نخسر. وهاي الطريقة أحسن طريقة، كمان طريقة تانية عم بعطيكم إياها لنتعامل مع الصعوبات ونتائجها، مش مع التشالنج نفسه أو التحدي، مع العواقب تبعته إذا ما كانت كويسة لإلنا. سو اليوم بدي اياكم تقولوا اتس اوكي، مرقت بتجربة صعبة، ما أخذت القرار السليم اللي كان أحسن إشي لإلي أو لعيلتي، بس المرة الجاي أنا هأتفادى هذا القرار وأعمل أخذ قرار أحسن وأمشي لقدام أكتر. سو اليوم
تقبلوا التجارب الصعبة والقرارات الصعبة والقرارات اللي أنا ما حقول أجي القرارات اللي هي ما كانت لمصلحتكم، وقولوا it's okay، مش مشكلة، fine. رتب على الشولدر تبعك، على كتفك، واعطي حالك هج. واذا كنتي ست اعطي حالك كتير هجز عن كل الناس اللي حواليكي وكل الشغل اللي بتعمليه لكل حدا حواليكي، لاولادك واهلك وجوزك وعيلتك واصحابك. ويلا تضلوا بخير وسلامه. طولت عليكم اليوم، بس انا حبيت هيدا الموضوع لانه مهم كتير، وانا بعرف انه احنا كستات عربيات بيأثر علينا كتير. فشكرا كتير، وبليز سبسكرايب للشانل، شيرت مع الناس اللي حواليكم، اعطوا الفيديو ثامز اب علشان نقدر نشارك بطاقة ايجابية ومجتمع ايجابي اللي يخلينا كلياتنا مبسوطين ان شاء الله. يلا وناجحين كمان في حياتنا. الله معكم، باي باي.